نحط هلا اربع في الليل. اكتشفت انه احنا لازم نعمل خبز. طيب كويس، مي فاتري، رحت مي وراح تجيب لي بنتي حبيبتي خميره هلا من الثلاجه. هاي اربع كوبايات، عمل كيلتين طبعا، ورايحه اشوف اذا في بدي كمان كوبايه رايح اضيف. طيب انا حاطه دول هسه. طيب بعد ما عدت الفيديو اكتشفت انه انا حاطه 3 كوبايات مش 4، راح احط كمان كوبايه. ماشي الحال، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي 4 كوبايات طحين، ورايح احط ملعقتين خميره. ماشي الحال، كبار لانه بدنا اياه يخمر. صح يا هلا، مزبوط يكون احسن يعني. والخبز الحلو شو بده؟ بده سكر. هي هاي ملعقه سكر، يطلع ابيض، خبز ابيض. يلا هي كمان ملعقه لهم، لانه يصير طعمه زي الكيكه. تعرف فهمانين؟ مو مش يلا، بس هو مش الصحي اللي يكون اصفر. رايحين نحركهم. رايحين نضيف حليب كمان، راح اضيف حليب زي المطاعم زي المحلات وسط. ماشي الحال، اعطيني ملعقه احط حليب لو سمحتي هون علشان التخميره، نعمل التخميره هاي يعني. هي شوي مش مبين، ما راح نحطهم كثير منيح. طبعا هاي كمية الطحين اللي رايحين نعجنها، شايفينها هاي، نخلتها ونظفتهم وجهزتهم لحتى نعملهم خبز كماج مثل ما احنا عندنا بسموه، او خبز حمام. شو بتسموه؟ مش عارف. شو رأيك نعمل مناكيش زيت وزعتر او اشي هيك؟ ماشي، هو بنعمل مناكيش زيت وزعتر، وشو كمان؟ جبنة بيضة وجبنة بيضة. ماشي، بما انه الدنيا برد واحنا في البيت الله يستر، الواحد يعني بحب يعني ياكل شيء دافي هيك زي، بما انه الواحد تاكله ما بيجي الله يستر. وهي حطينا شوي يعني اختراع هذا الخبز، بيكون يعني كأنه نضيف حليب ناشف بس كمان شوي صغير، كأنه حليب بودرة يعني، كأنه شو اسمه، حطيت فنجان زي فنجانين حليب. جهز العجان، لازم معكم زي هيك يعني. نجهز العجان يا اختي العزيزة، هلا اختي وبنتي أول ما وهي حطينا العجان. بس هنا صحيح انتم مشتركين في قناتي ولا لا؟ بنتي بتحكي لكم فوتوا اشتركوا في قناتي يا جماعه الخير، فوتوا اشتركوا عندها. حلا 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 هي 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 حلا هي، شفتوها هي والجليات يعني. طيب ماشي الحال، نحطوا في ناس. طيب بنحطوا هيك، يلا لو سمحتي حطي لي الحليب يا بنتي الصغيره. يلا شوف هاي دي، يلا الحليب بيعطيه هيك طرابه وما احلاه على الحليب. ايوه خلص، شكرا جزيلا. رايحين نضيف شوي طحين، من ثم بنزيد بالتدريج لحد ما انه بدنا على احنا على مقدار الميه، بدنا نضل نحط في طحين لحد ما يصير معانا عجينه هيك يعني، لا هي سميكه ولا هي حسب يعني حسب قديش حطينا مي. بس هيك بنحركهم شوي نجرب عشان نساعد العجان. مزبوط يا بنتي الصغيره؟ مزبوط مزبوط. طيب وهلا بننزل العجان. بسم الله، شكل عندي عجينه شوي حلوه. يلا وببلش اضيف في الطحين. شفتوا علي؟ شايفين كيف؟ هذا معناها انه لازم لسه نضيف كمان، لحد بنضل نضيف لحد ما نصير الكمية هيك طبعاً. لازم يصير هالشيء كثير وكثير. نعم نعم نعم. ها رجعت نزلت مي، رجعت هلا زدت الطحين لحد شوفوا العجينة كيف؟ واو شكلها حلو. كيف؟ معناها انه عجينتنا تمام التمام. شوفوا كيف؟ ما احلاها، كلها ماسكة في بعضها. وبتطلع بسهوله، بتطلع بسهوله من نضف الوعاء. ها شوف كيف الوعاء عندي رائع. شوف كيف، شوف كيف روعه رايحه. بس ايش بس بمجرد ما اني هيك بس بدي هيك اعملها. هاي نضيفه مرتبه وبتجنن وطريه وهشه كل شيء في العالم. ماشي الحال، هاي قبل ما تلفيه وتسوي صار يصير هيك، بلكي ما في العجينه وسويتي صار عجينه. اتركها هسه لمده ساعتين ولا شيء من طرف يبين هيك، هيك
تحت الماي. طيب هلا شوفوا معي كيف هلا بعد ساعه بعد ما تركناها بعد ساعه شوفوا ما شاء الله ما احلاها. رايحين نحاول ان نشيل الهواء منها ونتركها كمان شوي. بهذا الشكل رايحين ننزل. راح ارد ارجعها بس ايش بدي انزل بدي اهبطها. طيب وهيك بلشت الحفله. طبعا الكل ما شاء الله بشارك فيه وبعاي فيه وش يعني اللي بدكم ياخذوا المصطلح اللي بناسبكم. هيك هلا قطعنا العجينه مثل ما انتم شايفين قطعتها وهلا بدي اعملها اركها اعملها الكماج اللي هم ماشي الحال. هلا بلشنا نرك في العجين. طبعا مستحيل اني اخلي الصوت الاصلي لانه كان في صراخ وصياح وبعدي بنتي وابعدي يا بنتي كلهم سبحان الله صاروا بدهم يشتغلوا معاي وبدهم يشاركوا. يلا المشاركه حلوه بس اللي بعد المشاركه الاحلى اللي هو تنظيف. شايفين انتم الفوضى اللي عملتها بنتي لاحظين يعني فيعني الله يعيني هلا بعدها على الغسيل الاواعي. طيب المهم هلا رايحين ان شاء الله نرك العجين. تطلعوش على العجين اللي عملتها بنتي هاي معتبرينها هم سلايم يعني قبيل سلايم بتسلوا عليها سلايم. طيب يلا خلينا ندخل في الموضوع. يعني ما فيش داعي اشرح لكم شو راح تعملوا. احنا حكيت لكم نوع من المشاركه يعني نشارككم شو لحظاتنا شو بنعمل. عم كل واحد برك العجينه بالسمك اللي هو بحبها. احنا بحبها تكون خميله شوي طبعا. اذا ما كانت الدنيا معبيه طحين وهيك يعني ما بكونش الخبز حلو ولا طعم. شايفين يعني علي فاهمين علي شو قصدي. طيب يلا خلينا نكمل الخبزات وخليني برجع لكم بعدين. يلا سلام. راح احكي لانه امسكي معي من هذيك امجادك حط حلو. طبعا شايفين كيف الخبز من جوا ما احلاه. هذا الحكي ثاني يوم شوفوا كيف ما احلاه. بس ما علينا غير المسكه هيك سخنت ليك على الصوبه عارفين علي كيف الوضع. يا سلام احلى عشوه. يلا
ماشي الحال، خليهم بس ياخذوا هيك تحميره شويه ونعشي الاولاد.